منعرفكن عنورة وكريم، اثنين ولا أهضم بس بيضلهم مشغولين وبعجقة الحياة غطسين. مع كل هيدا بيجربوا ينتبهوا على صحتهم، بس كتير أوقات بيقفوا وجبات أو بيأكلوا شو ما كان. بس نورة وكريم منن حيالله اثنين، كل يوم بيأكلوا كمشة بزورات. ليش؟ لأنه بيلقمشوا بزكا. أثبتت الدراسات أنه كمشة مكسرات بالنهار لها فوائد كبيرة على الصحة. دكتور فرانك هو بروفيسور بمجال التغذية وعلم الأوبئة بمدرسة هارفارد للتغذية العامة، اكتشف أنه يلي بيأكلوا كل يوم مكسرات بيعيشوا عمر أطول وبصحة أفضل. كرمال هيك استعان فريق الرفاعي بأفضل أخصائي التغذية ليدمجوا أجود أنواع البزورات والمكسرات ويساعدوك تستمتع بحياة أطول. تعرف على 7، علبة بتوصلك على بيتك أو مكتبك مرة بالأسبوع فيها حصة لكل يوم. منوصل حتى إذا الوقت مأخر لتقدر تكمل نومتك أو تعمل شو ما بدك. كريم جسمه بجنن ونورا دايماً أكتف. إذا بدكن تكونوا مثلن نزلوا 7 أهاب، تسجلوا وتابعوا طلبياتكن والمعلومات الغذائية اللي بتهم صحتكن. العلب هي متوفرة بالبروتين، بروبيوتيك، الني والعضوي ومانع للدهون.